ولذلك احنا بالمناسبة حبانا المولى سبحانه وتعالى بقطر بحجم قارة، ولهذا يحسدنا الجيران قبل الأعداء. ونزيد نفهمكم في واحد الحاجة، انتم بني مصاب وناس ملاح، الحدود الحالية الجزائرية ما يكذبوش عليكم ويقولوا لكم بالله صنيعة فرنسا. الحدود الحالية اللي رانا فيها الآن، يعني إلى غاية حدود أقصى حدودنا مع المالي وتشاد والنيجر، كانت رسومها إلى غاية 90%. أنا راني في مسجد، ياك راني في مسجد، واللي يكذب كيما يقولوا كي كنا صغار نقولوا له يدي ربي للنار. فإلى غاية الاحتلال الفرنسي كانت معروفة باللي راهي جزائرية. الأزواد حينما التحقوا بالدولة المالية الإسلامية العريقة المعروفة أعتقد في القرن 13 فعلوا ذلك بإرادتهم، وحينما احتلتهم فرنسا احتلتهم بعد احتلال جنوب مالي، والأزواد كانوا تابعين لسلطنة مغربية في تلك المرحلة المغرب الدولة المغرب دولة تأسست منذ قريب 7-8 قرون، وهي نفس الحكام نفس النظام، سميه دوك انت الملكية، سميه المخزن، سميه يعني إمارة كيما تحب، لكن دولة مستقرة مستمرة منذ ماشي ما تبدل فيها فرينها يعني. نعم، تونس والمروك ما تعرضوش إلى استعمار وين استعمار مثل الاستعمار اللي عرضنا له احنا. احنا تمحينا احنا الاستعمار جاء بشكل كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاوا مليون استيطان فرنسي اسباني بورتوغي وايطالي ولا استيطاني جاوا هنا، وحنا حطونا على الهامش. حنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين، نو سوم دي كلانديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زاد بلا كواغت كما الهجره الغير شرعيه، حنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ، زاد منها اكبر.